يمتلك خبرات طويلة تعينه على النجاح والتميز على مستوى العمل الإداري في مجال كرة القدم. عمرو أبو العز المدير الإداري لفريق الكرة بنادي الزمالك، والذي تولى المنصب خلال الأسابيع القليلة الماضية. ويعتبر أبو العز واحداً من نجوم نادي الصيد ومنتخب مصر في لعبة الرماية التي تألق فيها بشكل كبير على مدار سنوات عديدة. ولم يكن عمرو أبو العز غريباً على نادي الزمالك، فسبق وأن عمل إدارياً في الجهاز الفني للفريق الأول الذي كان يترأسه مانويل كاجودا في موسم 2005-2006. كذلك في الموسم التالي عمل مديراً إدارياً بالجهاز الفرنسي هنري ميشيل، كما تولى عمرو أبو العز منصب المدير الإداري كذلك المترجم في جهاز الزمالك بولاية الهولندي رود كرول موسم 2007-2008. وتعددت المناصب الإدارية لعمرو أبو العز في الكرة المصرية، حيث شغل منصب نائب المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري كذلك مديرا إداريا لمنتخب مصر الأول في ولاية الأمريكي بوب برادلي. نرجع لحضراتكم تاني. السبب الكابتن عمرو ابو العز رئيس الجهاز الاداري للفريق الاول بنادي الزمالك، وخبره طويله جدا جدا في العمل الاداري. نورنا ابو كابتن. نور يا ابو العز، متشكر. نور كمان. يمكن الناس بقى كتير ما تعرفوش ان كابتن عمرو ابو العز زملكاوي صميم. قبل ما يكون في منصب اداري، قبل ما يكون كان بطل في الرمايه، هو اصلا كمان يعني زملكاوي من الدرجه الثالثه. بالظبط، جمهور الدرجه الثالثه. بالظبط، من العيله كلها زملكاويه، من الوالد الله يرحمه اللي هو فاروق ابو العز، جدي، اخواتي، كلنا البيت كله زملكاوي. يمكن انا كمان كنت اشتغلت مع حضرتك فتره ساعه اللي هي كانت 2005 و2008، كنت انا ساعتها موجود وحضرتك كنت موجود، لكن عايز اعرف الفتره دي جه ازاي فكره توليك تاني المنصب بعد الفتره البعيده دي كلها. لا انا كان حصل اتصال بيني وبين الكابتن حسين لبيب، وعرض عليا المنصب، وقعدنا التقينا انا وهو مرتين، هو والكابتن حسين السيد، وبعدين التقيت مع مستر كارتيرون وكلمنا في المشاكل اللي موجوده في الفرقه او والحاجات اللي هي كانت مضايقاه من الجهاز الاداري، وهو عرف ان انا اشتغلت مع هنري ميشيل ومع بوب برادلي وكده كاجودا وكرول وكرول والراجل يعني وجهات النظر كانت قريبه وارتحنا لبعض، وبدانا الشغل من مباراه تذكر الكيني، مباراه العوده دي كانت اول مباراه ليك، اول مباراه تحضيرات مباراه العوده لتذكر الكيني. طيب لو اتكلمنا بشكل عام عن الصعوبات اللي ممكن تقابل الجهاز الاداري، او ممكن تكون الحاجه اللي محتاجها مستر باتريس كارتون قوي قوي نسق فيها مع الجهاز الاداري، اهمها بتكون ايه، او لو لخصتها لنا تبقى ايه؟ بص، الصعوبات اللي موجوده اللي ما كانش فيه نظام، ما فيش سيستم للفرقه. سيستم يعني مثلا حضرتك المفروض ان بعد الماتش او تاني يوم اي مباراه بنلعبها لازم المدير الفني يبقى قدامه اللعيبه اللي عندها انذارات، اللعيبه الموقوفه، اللعيبه المصابه، الحاجات دي كلها ما كانتش بتحصل. مع ان كان في نجاحات السنه اللي فاتت الحقيقه، وكان في يعني شكل طبيعي. ربنا لما بيبقى عايز الدنيا تمشي والناس تعبت وبذلت مجهود واللعيبه تعبت وبذلت مجهود جامد جدا، وربنا كرمنا ووفقنا ان احنا كسبنا بطوله الدوري. بس فعلا حضرتك الموضوع كان محتاج تنظيم كتير، في سواء في المعسكرات سواء في مواعيد كده. مش كده برضو انا استحدثت حاجه في الجهاز، لان انا ضميت حد معايا في التسويق، حد اشتغل في السياحه واشتغل في مجال الفنادق، وده اللي بقى المسؤول عن حجوزات الفنادق كلها، مسؤول عن المعسكرات بتاعتنا كلها. فدي حاجه من الحاجات اللي ما كانتش موجوده قبل كده. دي تفرق في ايه؟ تفرق في حضرتك ان انا حد بيروح يشوف الاماكن اللي هننزل فيها، الفنادق هتبقى عامله ازاي، الاكل هيبقى عامل ازاي، القاعات اللي هنقعد فيها، الغرف بتاعه العلاج، الحاجات دي كلها بتبقى جاهزه قبل الفرقه ما تروح. ودي بتوفر وقت كتير، انت مش بتروح توصل وبعدين تبتدي تدور على الغرف العلاج فين والمطعم اللي هنقعد فيه فين. لما بتسافر بره بيسبق هو عشان يشوف الفنادق اللي احنا هنقعد فيها اذا كان الفندق كويس او
الاقامه فيه مريحه ولا نغيره بفندق تاني. بس ده كان بيحصل برضه كابتن عمرو على فكره السنه اللي فاتت، ولا كان محتاج تطوير شويه؟ كان محتاج تطوير. لما بيبقى حد عنده خبره في مجال السياحه ومجال الفنادق بيبقى عنده فكره بيبقى مختلف عن 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 اي حد عادي ما خدش التجربه دي قبل كده، وعلاقاته وعلاقاته طبعا مباشره ممكن تكون طبعاً مع مثلا طبعاً الفنادق او بالظبط كده. في حاجات صغيره كابتن ابو العلا احنا ممكن ما ناخدش بالنا منها، الناس اللي عندهم خبره في المجال ده بيبقوا ادق مننا شويه في الحاجات دي. طيب ايه بقى التنسيق اللي بينك وبين مستر باتريس كارتيرون المباشر؟ بيجي يقعد معاك كده بيقول لك انا 1 2 3، او انت تقول له يا مستر كارتيرون انت ده ما تشيلش همه ده بتاعي، وهو الاوتوماتيك بتاعه بيجي يبص على اللي انت محضره. حضرتك بنتكلم في الاول زي ما قلت حضرتك بالنسبه لحاجات العقوبات والحاجات دي كلها، المخاطبات اللي عايزه تروح سواء الرابطه او بتاع ما يخص مواعيد الماتشات، الماتشات الوديه، احنا عندنا ماتش بعد بكره وديه وهو طلب مني الماتش وعملناه بسرعه لان زي ما حضرتك عارف احنا رجعنا امبارح اول يوم تدريب يعني. بيطلب حاجات في المعسكر مثلا مواعيد اللي هو بيفضل ان هو يعمل الاسترتشات او الاطالات قبل التمرين مش في الملعب، في الصاله المغطاه دي خبر معاه يوم. هو الحقيقه حاجه بتميز بيها مستر كارتيرون او في الفندق او في الاوتيل بيبقى دايما في اوضه جيمناستكس، في اوضه للحاجات للاطالات. في كل الحاجات دي بتبقى مترتبه معايا. معلش يعني ايه اوضه للاطالات؟ عشان دي ممكن التلقي العادي ممكن ما يبقاش في يعني هي في اوضه قاعه وفي جيم معروف. هي قاعه ده غير الجيم وغير غير الجيم. بتحجزوها بقى ولا ايه؟ هي بتبقى معانا بناخدها بتبقى باكج. فري من ضمن الباكج يعني، بيتحط فيها السجاد اللي هو بيتفرد دوت عشان الاطالات، وبيشتغلوا فيها الاطالات على مجموعتين مقسمين 11 لعيب في كل مجموعه. وهو الراجل بنفسه على فكره بيشتغل. دي معلومه عندي دي. شفتها قبل كده في مدير فني دي؟ لا بصراحه لا. ما شفتهاش. بس هو مصر عليها كل يوم الفقره دي. كل يوم في نص ساعه اطالات قبل التدريب او قبل المباراه يعني، حتى يوم المباراه بعد التدريب الاخير بعد التدريب لا انا بتكلم على يوم المباراه، يوم المباراه بعد الغداء بناخد راحه مثلا، لو المباراه هنقول الساعه 8 بنعمل استرتشات الساعه 4 والساعه 4 ونص، وبعدين بيبقى في كوفي بريك وبعدين المحاضره ونتحرك على الماتش. طب انت طبعا بحكم انت مصري فاكيد هيبقى واللعيبه معظمها اصحابك اكيد طبعا في ناس منها انت مربيها من زمان وعارفهم من هم حتى في الناشئين. بالظبط. طيب ده انت يعني بحكم ان انت المصري حسيت ان اللعيبه خلاص بقى متولفه الفقره دي فعلا فارقه معاهم؟ يعني مش عايز اقول نفسيا بس فارقه معاهم حتى في فكره البدنيا، فكره ان هو اتعود خلاص جسمه بالزبط على الفقره اللي هي فيها علاقه بالاطالات دي، ما بتتكلم مع اللعيبه بتحس ان هم كمان بقوا بالنسبه له الفقره دي مهمه يعني هم محتاجينها؟ هي حضرتك بقت زي الاكل والشرب. حتى اللعيب مقتنع بده؟ مقتنع جدا. يعني هي بقت زي الاكل والشرب، هم عارفين مواعيد ان كل يوم في عندنا نص ساعه اطالات. فهم اخذوا عليها، وما يعني انا شايف ان هي كمان بدنيا كويسه، احنا بدنيا الفرقه كويسه جدا. دي حقيقه فرقه معاهم جدا. بالظبط. حتى هم اعتقد اقتنعوا بقى بعد ما لقوا نفسهم الحاله البدنيه مختلفه عن كل فرقه. يعني حقيقي احنا بدنيا احنا اعلى فرقه بدنيا في مصر يعني. طيب انا عايز اخد معاك في حتت كتير جدا جدا، انت اشتغلت فترات طويله مع اسامي زي ما قلنا، واشتغلت مع مستر باتريس كارتيرون، قول لي الفروق ايه اللي كانت موجوده ما بين شغلك مع كل مدرب، وايه الحاجه اللي ممكن تكون شبه يعني كومن او يعني اسمها يعني متعارف عليها او متعارف عليها من كل المدربين؟ بص انا هنتكلم على هنري ميشيل الله يرحمه. واحد من اعظم المدربين اللي انا شخصيا تعاملت معاهم، واكيد انت تعاملت معاه وعارف كوتش هو كبير. كان كوتش عامل ازاي. الراجل ده كان مريح جدا، الراجل بيحب يشتغل بايده، لو تفتكر برضه هو اللي كان بينزل يحط الاقماع والحاجه في الملعب. على الدكه بيعرف يقرا الماتش كويس جدا، هو كوتش رهيب، بيعرف يعمل تغييراته ازاي. مستر كارتيرون نفس النوعيه بتاعت هنري ميشيل، بس هو الفرق ان ده بيشتغل الاطالات بايده مع اللعيبه، وهنري ميشيل كان بيرست الملعب بس اكثر بنفسه. شبابا شويه كارتيرون. اكثر شبابا طبعا. الخبره طبعا اكتر لهنري ميشيل، بس الراجل راجل كويس جدا. كارتيرون راجل هادي
ما هوش عصبي في مع اللعيبه، اللعيبه بتحبه جدا، هو كمان بيحب اللعيبه وعارف كل لعيب بيفكر في ايه وامكانياته ايه، يعني هو واصل جدا للعيبه. يعني ده من اكتر المدربين اللي شفته وصل في علاقته مع اللعيبه كده. حسيتها ازاي يا كابتن عمرو؟ ما انت مفيش شهر تقريبا بقالك مع الفريق. طريقه تعامله مع اللعيبه، طريقه تعامله مع اللعيبه تحس ان هو بيتعامل مع اولاده مش مع ناس، هو يعني هو مش في برج عالي، هو بيتعامل مع اللعيبه كانه واحد منهم، وتحس ان هو مصري، يعني بيعرف ده عايز ايه وده محتاج ايه وده يتكلم معاه امتى وده ما يتكلمش معاه امتى، وبيعمل لقاءات كتير مع اللعيبه على انفراد. وبعدين في الريكفري او الاستشفاء بيطلع بنفسه ويقف ويتكلم مع اللعيبه ويقول لهم على حاجات في الملعب، على حاجات تحركات معينه، على حاجات معينه، ايفن حتى على الدكه ساعات في ماتش من الماتشات قام يتكلم مع اوناجما اللي كان هينزل الشوط الثاني، يتكلم معاه على تحرك معين كان في الملعب. فدي حاجه من الحاجات المهمه اللي انا لاحظتها فيه، ان هو ما بيبقاش قاعد بيتفرج على الماتش، لا هو قاعد عارف عايش وعارف هو هيقول ايه ولمين. طب كرول انت اشتغلت معاه شويه برضه، كرول كانت طبيعته عامله ازاي؟ لا صعب، كان صعب حد جدا، صعب جدا. لا يعني مش من المدربين اللي انا ارتحت في الشغل معاهم حقيقي، يعني عشان كده كانت الفتره قصيره جدا اللي انا اشتغلت فيها معاه. وبعدين انت لو تفتكر برضه انا كنت بترجم المحاضره بتاعته، بنلعب اي فرقه هي نفس المحاضره ما فيش اختلاف. على العكس من باتريس او هنري ميشيل. طب كجودة؟ وكجودة يعني كجودة كان على فكره كجودة اشتغل في ظروف صعبه جدا، ظروف صعبه جدا صراحة، بالظبط، اتظلم وكان النادي مش مستقر برضه، ومجلس معين ومجلس معين مشي ورجع المجلس اللي كان موجود، الدوامه اللي احنا يعني الدوامه اللي احنا عايشين بايتين صاحيين نايمين فيها دي. انت عارف كجوده كان قريب منزل صوره عنده بتيشيرت نادي الزمالك، ولحد دلوقتي بيتمشى في البرتغال، واعلن ان هو بيتمشى في البرتغال بتيشيرت نادي الزمالك، يعني هو لسه منتمي رغم ان هو جه الحقيقه في توقيت مش سهل. لا خالص، يعني توقيت حتى يمكن ما خدش بطوله مع نادي الزمالك، لكن ارتبط نفسيا بالنادي. بالظبط، يعني رغم انها كانت فتره من الفترات الصعبه جدا. طيب قلت لي التحضيرات للمعسكرات الداخليه، التحضيرات للمعسكرات الخارجيه بقى متطلبه ايه زياده؟ كمان التعامل بالذات مع المحترفين، لعيبتك المحترفه اللي عندنا زي بن شرقي، زي ونجم، زي سيسي، زي وزي كل اللعيبه اللي عندنا، المفلوثي، بتتعاملوا ازاي؟ ترتيبات المعسكرات الخارجيه ازاي؟ لما حتى يكون عندهم تجمع منتخب بتعملوا مراسلات ازاي؟ تجمعات المنتخبات دايما المنتخبات بتبعت او الاتحادات بتبعت على اتحاد الكوره، اتحاد الكوره بيبعت لي وانا ببلغ المدير الفني او السكرتيرون، بقول له ان عندي استدعاءات للعيبه فلان وفلان، وان هم هيسافروا يوم كذا ويرجعوا يوم كذا. يعني انا عندي في ثلاثه اللي هو بن شرقي والمسلوسي وسيف الجزيري، استدعاءاتهم جايه بمواعيد السفر ومواعيد العوده. ده الكلام العام في الاول، بالتذاكر الطيران بكل حاجه. يعني انا ببلغ بتاريخ السفر وميعاد الطياره في السفر الساعه كام وميعاد العوده، وميعاد الحجز العوده الساعه كام. يعني ده لازم من ضمن الاجراءات الطبيعيه. طب اكيد بقى في تفاصيل خارج يعني داخليه، دي الاطار العام بينك وبين اتحاد الكوره، بيبعت مراسله رسميه الاتحاد بتاعه او الاتحاد البلد اللي هو فيه، لكن هل بيبقى في تفاصيل صغيره بتدخل بقى ما بينك انت كرئيس جهاز اداري، او ما بين اللاعب نفسه، او ما بين تنسيق مع الاداري هناك في المنتخب؟ انا مع اللاعب بقول له انت هترجع يوم كذا، فمن فضلك نلتزم بالتاريخ العوده، لان زي ما حضرتك عارف ان المباريات ورا بعضيها ما فيش عندنا وقت، يعني احنا هنلعب 19 22 25، فالوقت ده جدا. اللعيبه الدوليه هترجع لي يوم 17 فعلا، انت عندك ماتش 19 وعندي ماتش 19، ما في ماتش دولي 16. يعني تونس مغرب مصر هيلعبوا يوم 16، فاللعيبه هترجع يوم 17. يعني عندي بن شرقي قلت له من المطار على الاسماعيليه، دي قصه ثانيه دي. انت عندك بعد كمان غير اسماعيليه، انت عندك بعد ان هو لو جاي لاعب المباراه 90 دقيقه انت كمان مجهد يعني. بالظبط، فهيبقى حتى هيجي على الاسماعيليه هيتعمل له استشفاء وهيريح ويبدا التدريب تاني يوم بعد الظهر.
والجزيري ومستر وسيف هيوصلوا هم الثلاثه هيوصلوا يوم 17 يوم 17 بس الجزيري ما يعتبر زي منتخب زي لعيبه منتخب زي لعيبه المنتخب بتوعنا بس احنا لحسن الحظ الماتش بتاعنا الساعه 3 الظهر فاللعيبه هترجع من برج العرب بدري الحمد لله بس انضم لك تاني يوم برضه انضم لي تاني يوم هو انت المعسكر قبلها بيومين؟ اه انت بتسافر يوم 17 هو مستر كارتيرون بيفضل المعسكر قبلها بيومين ان هو يلم اللعيبه ويبعد بيوم مع اجواء بنعيش جو المباراه انا عندي مواضيع كتيره عايز اتكلم معاك فيها يا كابتن عمرو يمكن ابرزها مثلا فكره لما كارتيرون بيتعامل مثلا من ناحيه الخصومات خلي بالك انت هو دلوقتي كارتيرون في وش المدفع هو مدير فني ولسه ما فيش مدير كوره اللينك دايركت بينه وبين كابتن حسين السيد اكيد انت بعد ما جيت بقت بتساعد شويه في اللينك ده لكن في الاخر انت لينك اداري طب انا عايز اعرف لما يجي مثلا يتفرض عقوبه لما الراجل عشان يبقى بيفكر في العقوبات ويفكر في الالتزام ويفكر في السفر ويفكر في الايجارات ده حمل كبير قوي عايز اعرف بتتعمل ازاي بينك هو انا من ساعه ما جيت الراجل سايب لي الموضوع دوت العقوبات انا بشوف العقوبات يعني احنا ما عندناش مشاكل هي العقوبات اللي عندي انذارات انما كتاخيرات وكده ما عنديش الناس الملتزمين اللاعبين ملتزمين ما عنديش مشكله في التاخيرات عن تدريب او عن اي حاجه في المعسكر انا اللي عندي العقوبات بتاعت انذارات الانذار موجود في اللائحه وانا بعرض على الراجل بيبقى في انذارات اللي هي بنسميها انذار مهم او اللي هو اوقف هجمه عمل بتاع فده ما بنحسبوش من ضمن العقوبه ده بتسال فيها كارتيرون مباشره؟ بالظبط بقول له انا عندي لعيب كذا وهنقول مثلا طارق حامد في ماتش من الماتشات اخذ انذار بس هو انذار تكتيكي يعني هو كان مضطر يعمله عشان يوقف هجمه فقررنا انا وهو ان مش هنطبق عليه العقوبه بتاعت الانذار انما لو انذار بقى حاجه خروج عن النسق لا هتطبق على العقوبه ومن الحاجات اللي انا عملتها برضو ما كانتش موجوده ان انا وزعت على كل اللعيبه اللائحه لائحه الفريق ايوه لائحه الفريق الاول بما فيها من مكافئات وخصومات لان هو ما كانش في حد معاه اللائحه يعني انا لما اجي اعمل بالمكافئات بالجزاءات كل حاجه بالتاخيرات بكل الانذارات كل واحد عارف انا لما اجي اقول لحضرتك عليك عقوبه هتقول لي لا انا ما اعرفش العقوبه دي كام لا حضرتك لما تاخد يبقى معاك اللائحه اقول لك انا عملت عليك عقوبه 1000 جنيه عشان عملت جزاء يبقى انت بتفتح اللائحه تلاقي العقوبه موجوده قدامك مين بقى اول حد جه اتناقش معاك من اللعيبه اول ما وزعت اللائحه لا ما حدش اتناقش لسه ما حدش اتناقش بس هو الطبيعي ان حضرتك لما بتمضي العقد بتستلم اللائحه ما تكلمنيش على الطبيعي كتير ما احنا عايزين نبقى في الطبيعي يا كابتن ابو العيله ما هو انا بنادي بالطبيعي ده من نادي الزمالك نادي الزمالك يستحق ان هو يكون في مكانته الطبيعيه دي حقيقه المكانه الطبيعيه ايوه نادي الزمالك يستحق ان يكون في مكانته الطبيعيه وده اللي احنا بنحاول نعمله مكانته الطبيعيه تخليه يكسب بطبيعي يكسب طبيعي جدا ويكسب في اي وقت احنا عندنا فرقه قويه جدا لاعبين من احسن اللاعبين في مصر وعايز اقول لك بجد عندنا لعيبه على قدر عالي جدا من المهاره والالتزام الشخصيات ناس اللعيبه ملتزمه بجد كنت عايز اسالك على موضوع الالتزام دايما اللعيبه بتبقى عارف مشهور مثلا في لعيب معين بيتاخر شويه في التدريب عن الميعاد وعن ميعاد الغداء في المعسكر الحاجات دي كلها عايز اعرف اللعيبه ملتزمه ولا ممكن في ممكن حد معين ممكن يكون بيخرج شويه عن انت عارفني اللي بيتاخر انا ما بسيبوش تديله على بسيبوش لا لا ما بسيبوش هي برضو بنتعود شويه بشويه بنتعود على النظام شويه بشويه لان زي ما قلت لك ما كانش فيه نظام فالنظام بناخد عليه شويه بشويه بس حقيقي في الفترة القصيرة اللي أنا موجود فيها الناس كلها ملتزمة أنا بكلم كلمة حق يعني مش بجامل حد بس حقيقي اللعيبة كلها ملتزمة واللي يخليك تحس بأن اللعيبة كلها ملتزمة يعني كباتن الفريق ملتزمين كلهم هي دي اللي كنت عايز اسالك عليها العلاقه بين كباتن الفريق واللعيبه الصغارين خلي بالك دايما يقول لك ايه ده الكبار هم اللي ممكن يتاخروا شويه الكبير هو اللي ممكن لما تيجي تكلمه تلاقي صعوبه هل ده موجود عندنا؟ بص هقول لك حاجه شيكابالا انا ما شفتش قائد كده بالرجوله والجدعنه وحب الزملاء والحب من جميع الزملاء ما شفتش كده كل الناس بتحبه عبد الشافي حازم امام لا حقيقي عندنا فرقه نرفع لها القبعه والله شويه هدوء كده بسيط زي ما حصل جزء منه السنه اللي فاتت
الفريق ده يروح في حته تانية بامكانياتهم الشخصيه دي وامكانياتهم الفنيه. وان شاء الله هيحصل باذن الله. ان شاء الله. طب انا ما ينفعش ما اسالكش، انت كنت المصري مثلا اللي موجود وظرف المفاجاه، السيناريو الخيالي، انا مش سميه سيناريو خيالي، ماتش القمه الاخير سيناريو غير متكرر، عايز اقول لك غير متكرر، عايز اقول كمان عايز يعني اقول ايه، ان المعطيات كانت ممكن تقول كلها بالورقه والقلم ان الزمالك مباراه لمصلحته، لكن بيحصل داي اوف ممكن من كتر الكلام، ممكن تركيز زياده عن يعني ممكن حاجات كتيره جدا. بس خلينا قبل ما اخد منك اجابه عن ايه ردود الافعال بعد الماتش على طول مباشره في اوضه اللبس، انت اكيد برضو بتبقى الامور كلها صدمه للجميع فجاه، هاخد منك ردود الافعال. بس خلينا نطلع لتقرير مهم جدا جدا من الجهاز الاداري لنادي الزمالك وارجع لحضراتكم تاني. كابتن عمرو ابو العز ده اخ قبل ما نكون زملاء، فهو اخ ليا، والراجل ده يا جماعه اشتغل قبل كده مع أنري ميشيل، وكان اشتغل مع كرول، واشتغل مع برادلي في المنتخب، فالراجل ده عنده خبرات كويسه قوي. انا ماسك 3 اختصاصات، تمام؟ الاختصاص الاولاني اللي هو المعسكرات الخارجيه، ودي كانت وجهه نظر كابتن عمرو ان احنا النهارده عايزين نطور من المنظومه بتاعتنا في المعسكرات الخارجيه والداخليه اللي هي جوه مصر وبره مصر. بالنسبه للاختصاص الثاني فده كان مفاجاه بالنسبه لي، بس برضو الحمد لله ربنا قدرنا عليه. كان ان النهارده كانت الرابطه اللائحه بتقول ان لازم يبقى في منسق اعلامي للفريق، وبصراحه كان اختيار كابتن عمرو وكوتش والكوتش كارديرو ما كانش اختصاصي انا، يعني ما كانش اختياري. دي تاني حاجه، تمام. تالت حاجه، احنا دلوقتي يعني ودي حاجه برضو مش على مستوى نادي الزمالك ككل، دي على مستوى فريق الزمالك اللي هي التسويق بتاع فريق الاول لكره الزمالك. طبعا كابتن عمرو يعني اضافه كبيره لينا، وهو مش غريب على نادي الزمالك، وبتمنى ان شاء الله ربنا يوفقه في الفتره اللي جايه ان شاء الله معانا، يعني يكون اضافه لنا كلنا ان شاء الله. يعني احنا كلنا يمكن مجموعه واحده، يمكن كابتن عمرو بيوزع علينا على المهام كلنا على المجموعه كلها. يمكن انا اختصاصاتي يمكن موضوع تصاريح السفر وبعض الامور الاداريه اللي بتخلص جوه النادي. كابتن عمرو اضافه كبيره جدا 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 للجهاز الاداري ولنادي الزمالك، واجهه مشرفه، متحدث بشكل كويس، شخصيه قويه الناس بتحبه، يعني يقدر يجمع بين الحاجتين دول، فهو شخصية مميزة، وإن شاء الله بإذن الله احنا في ظهره ومعاه، وهو بيحدد اختصاصات كده لكل واحد فينا، وكل واحد الحمد لله بيأدي اللي عليه. والله بالنسبة لنا شخصيا بيديني هو نقطة المعسكرات، حجز الفنادق سواء خارج القاهرة داخل القاهرة، طبعا هو بيقرص علينا شويه في موضوع الاسعار، ولازم نجيب احسن حاجه وباقل سعر، واحنا مبسوطين جدا ان احنا بنشتغل على النقطه دي، والحمد لله قدرنا ان احنا نجيب اسعار كويسه وفنادق محترمه جدا. نور بيته من مره ثانيه، لان اشتغلت معاه قبل كده في 2008، راجل محترم، راجل دارس، عارف شغله ايه، فده اللي بيريحني في شغلي انا كمان، ده بينتج ان انا برتاح انا في شغلي، فكل واحد عارف الدور اللي عليه ايه واللي ليه ايه واللي عليه ايه، فانا الحمد لله انا مرتاح في الحته دي، يعني بحب ان اشتغل مع حد يريحني في شغلي. كابتن عمرو، انا شايف في فريق في الجهاز الاداري، فطبعا في اختصاصات ومهام محدده، لكن لفت نظري استاذ حسام العيوطي، ده انضم حديثا، قال كلمه تسويق. طب هو كمان المفروض شغلها الاداريه ايه علاقتها بانه يسوق الفرقه، وهيسوقها سواء ازاي؟ التسويق هنا بمعنى ان انا بدل ما انا بشتري مثلا ميه، بشوف شركه تبقى سبونسر لفريق الكوره تجيب لي الميه اللي انا بشتري، بدل ما بشتريها اخدها ببلاش، وده طبيعي في كل الرياضيين مش بس فريق الكوره. هو احنا كنا مش في ده؟ لا. طب انت عارف احنا في دي ممكن نكون متاخرين كام سنه؟ 20 سنه. انك بتتكفل مثلا كمان بالتفاصيل البسيطه، ممكن تبقى بسيطه طبعًا. لكن في السنه انت بتعد ممكن ارقام. طبعا طبعا. بعدين من مصلحه اي شركه انها تشرب نادي الزمالك مثلا. طبعا. وبالذات ان انا في العقد بتاع السبونسر بتاعي ما فيهوش حد.
فما عنديش مشكله ان انا اجيب سبونسر يتولى الموضوع دوت، سواء بقى ميه، مشروب اللي هي الباور ايد والحاجات اللي بتساعد اللعيبه والحاجات دي، الحاجات المكملات والحاجات دي، كل ده ما عنديش حد، فانا بشتريه. طب اكنك بتساعدنا بطريقه غير مباشره انك بتخف بند. بالظبط. طب ايه تاني ممكن تسويقيا يفيدك؟ في بقى ممكن بالعلاقات، تخفيضات في الفنادق، بتاخد مجاملات بدل ما ينزل عليك اسعار مثلا في كوفي بريك او حاجات، تاخدها بسعر اقل او بفري. لو تستغل اسم النادي الزمالك فعلا بالظبط تسويقيا، انا اسم كبير جدا، هو طبيعي اسم كبير لازم استغله، استغله صح لمصلحه الفريق الاول. انا عشان الناس برضو تعرف انا واقف ليه عند الحته دي، الطبيعي اصلا ان انا كنت بتكلم على القصه دي سنه 2000، احنا في 2021. متاخرين ليه؟ متاخرين لان انت غصب عنك لما بتبقى متكعبل في نواحي اجرائيه واداريه بتلاقي نفسك التفاصيل بتقع منك، بتلاقي نفسك مش لاحق تبدا بينها، فتبدا فيها متاخر شويه. عشان كده انا بس حبيت احط سبوت على نهايه، ان فكره ان انا الهدوء والاستقرار والثقه في الشركات الراعيه بتخليها كمان عندها ثقه أكيد. في ان هي تقدم لك الخدمه اللي نادي الزمالك يستحقها، وان كان احنا لسه نستحق اكتر من كده بكتير، بدايه من الرعايه عام بشكل عام. طبعا لازم نادي الزمالك ياخد حقه فيها. طيب لو رحنا بقى كمان السؤال اللي قلت حضرتك عليه، فكره ان انت بعد السيناريو الخيالي واوضه اللبس بعد المباراه، وانا في اعتقادي واحساسي ان اللاعبين كانوا نازلين هيكسبوا الماتش ده، فانت حسيت الانطباع الاولاني ايه او الكلام باختصار يعني؟ بص هقول لحضرتك، احنا لحد الجول الاولاني ما جه احنا كنا ماسكين الماتش. قبل الهدف، قبل الهدف اشرف بن شرقي في واحده لو في الاول لو لعبها بصاها جون. الهدف اللي جه بالطريقه الدراماتيكيه اللي حصلت ديت اربك الدنيا كلها، غير كل الحسابات. بالاضافه انا هقول حاجه انت يعني انفراد لي، ان حمزه المسلوسي قبل الماتش مدرب المدير الفني بتاع منتخب تونس كلمه وقال له انت مش في المنتخب. ياه. وعمل له استدعاء تاني يوم الماتش. ايه ده؟ قبل الماتش بقد ايه قال له انت مش في المنتخب؟ بساعتين. ايه ده؟ طب ازاي الكلام ده؟ يعني هو قال له مش هتيجي معايا المنتخب. يعني هو جاله استدعاء المنتخب، وبعدين قبل الماتش بساعتين كلمه وقال له انت مش هتيجي المنتخب، انت بره المنتخب، وبعدين استدعاه يوم السبت. يعني انا حمزه سافر اجازه يوم السبت عادي، وانا بعت له الاستدعاء على الواتساب. يعني سافر اجازه بلده تونس على ان هو مش راح المنتخب. والاستدعاء انت عدلته. ايه ده؟ دي غريبه قوي دي. دي ممكن تكون من الحاجات اللي شتتت شويه. طبعا اكيد اي لعيب بيتمنى انه يلعب منتخب يمثل بلده، لما يجي لك حاجه زي دي اكيد هتقعد تفكر فيها. لا وتوقيتها بالذات. توقيتها وحش جدا. ايه قبل الماتش بساعتين؟ توقيتها وحش جدا يعني. كانت غريبه جدا، ماتش قمه يعني، حتى بالزبط. كل المؤامات تخليك ان انا افكر بشكل يعني مختلف. ودي من اسباب اللي كان مخليها حمزه ما كانش كويس. طب دي الحقيقه حاجه برضو مهمه عشان لما يعرفها جمهور الزمالك برضو يعرف ان ممكن يكون ما كانش في حالته الطبيعيه. بالظبط. لان انا الحقيقه انا قلت ممكن يكون دي اوف كل حاجه، لكن المسوسي عنده افضل من كده بكتير، وشفنا ده. بالظبط. وابو جبل عنده افضل بالزبط. من كده بكتير. طيب استاذ حضرتك نطلع لفاصل، بعد كده ارجع اكمل حوارنا، لان عندي اسئله الحقيقه مهمه عايزك تجاوب عليها. استنونا بعد الفاصل. نرجع لحضراتكم تاني. كابتن عمرو كنا لسه بنتكلم على القعده بعد المباراه على طول في غرفه اللبس، حضرتك قلت لي بعض الامور، بس كنت جيت كمان كلام ان كارتيرون ما حضرش مؤتمر الصحفي وعقوبات من لجنه الانديه، وعرفت ان انتوا عملتوا احتجاجات على العقوبات، فاللخبطه دي كلها حصلت ليه؟ عايزين تفهمها للناس اكتر. هقول لحضرتك بالنسبه لموضوع المؤتمر الصحفي، اللائحه بتاعت رابطه الانديه المحترفه البند 33 اللي هو بيتكلم عن المؤتمرات الصحفية اللي بعد المباريات، محددين 10 دقائق من انتهاء المباراة لبدء المؤتمر الصحفي، ويبدأ بالفريق الضيف لمدة 10 دقائق ثم المضيف 10 دقائق أخرى. يعني بعد تلت ساعة تقريبا. لا بعد تلت ساعة احنا نبدأ. احنا نبدأ يعني كنا احنا أصحاب الأرض. أنا قعدت 28 دقيقة مستني بعد انتهاء، مش بعد انتهاء المباراه، بعد موعد المؤتمر الصحفي. يعني قعدت تقريبا ساعه الا ربع كده كله على بعض. 38 دقيقه بالظبط عشان ابقى مظبوط دقيق، 38 دقيقه. وبالتالي انا قلت انا مش هنحضر المؤتمر الصحفي.
امال ايه الضجه والعقوبات وانا عارف ان في احتجاج، بس وصلتوا لده في ايه؟ انا تاني يوم 7 المباراه كانت يوم 5، انا يوم 7 بعت جواب للرابطه وقلت فيه ان انا بلغت ان انا مش هحضر المؤتمر الصحفي، لان ما ينفعش ان انا مدير فني نادي الزمالك يقعد يستنى 38 دقيقه عشان الفريق الضيف يخش المؤتمر واستناه تاني 10 دقائق بعديها 48 دقيقه عشان هو يبدا ابتدي المؤتمر الصحفي. جالكوا رد؟ ما جاش رد، بس انا عملت التظلم وما جاش رد. بالاضافه بقى لاحداث كتيره اللي حصلت في المباراه، ان الرابطه بلغتنا ان مفيش اعداد زايده من الجهاز تبقى موجوده ولا لاعبين زياده، وانا التزمت بهذا الامر والفريق المنافس ما التزمش. الحاجات دي متصوره وموثقه؟ طبعا. طب دي المفروض يحصل فيها رد ايه دي؟ امتى؟ احنا بعتنا من الرد بعد ما جالنا الغرامات، بعتنا رد في نفس اليوم، يعني تقريبا بقى لها 5 ايام. انتوا بعتوا الرد؟ طبعا. المفروض يحصل مراسله تاني. مراسله تاني بالظبط، بس هي الظاهر المراسلات بتاخد وقت شويه في مصر. يعني غريبه قوي يعني. انا بعت على الفاكس وعلى سريعه في العقوبات اللي بتطلع. سريعه في العقوبات بس عندك. سريعه في العقوبات بس. فانا طلبت برفع العقوبه بتاعه عدم حضور المؤتمر الصحفي، وكذلك العقوبه بتاعه الكره اللي نزلت الملعب، لان ما فيش ولا كاميرا في التلفزيون. انا اتفرجت على الماتش مرتين عشان اتاكد ان حد من الجهاز ما بانش. ما هم استنادا ان المباراه بس بتاعتنا عمل عقوبه؟ عمل ولا عنده تصوير يقول ان في حد عمل الخطا ده؟ التصوير المعتمد هو الشركه اللي بتنقل الماتش، ما فيش حاجه جت ظهرت. احنا شفنا كوره بتجري في الملعب، ما نعرفش مين اللي شاطها. العقوبه اللي انا ملتزم بيها اللي هي دخول الجهاز الفني ارض الملعب بعد الجون الاولاني. دي انا ملتزم بيها، لان ده غلط احنا عملناه. ده حصل فانت ملتزم. حصل، انا ملتزم طالما غلطت انفذ العقوبه اللي عليا، انما ما اخدش عقوبه وانا ما غلطتش فيها. كلام الحقيقه طبيعي وكلام محترم. طب انا عايز اعرف تحضيرات الجهاز الاداري بعد ما عرفت موضوع ازمه القيد. ترتبته ليها ازاي وكان مردودها ايه على الجهاز الاداري؟ مردودها قنبله. مضطرين ان احنا نكمل لحد الدوري اللي جاي من غير من اي حد. ما عنديش اي حاجه ولا ناشئين حتى. ما انا عارف ان الناشئين ده وضع الناشئين قاتل. انا سمعت حاجات فرق ب 14 لعيب بيلعبوا بطوله وبياخدوا من الفرق الاصغر منها، يعني قصه بالظبط. لا اقدر اعيد ناشئين ولا في الفريق الاول. انا دايما اقول في القصه دي محتاجه فتح تحقيق عاجل عشان نعرف مين اللي مقصر في حق نادي الزمالك، لان الحقيقه ده عن جهل او فساد. دايما اقول الكلمه دي، جهل فساد. المهم ادى ان انا متعطل. طيب خلينا ناخد على التليفون سريعا، معايا على التليفون دكتور محمد اسامه رئيس الجهاز الطبي للفريق الاول بنادي الزمالك. دكتور اسامه ازي حضرتك؟ دكتور ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا دكتور، منورنا. الله يخليك، ربنا يكرمك. ومعانا كابتن عمرو ابو العز طبعا. ازي حضرتك؟ ايه الاخبار؟ يا دكتور ازي حضرتك؟ دكتور اسامه مش هعطل حضرتك، طبعا كلنا قلقانين على حاله احمد ابو فتوح، طبعا او فتوح نجمنا ونجم منتخبنا المصري، ووقع قلقتنا كلنا. قول لي اخر التنسيق ايه واخر الترتيبات اللي بين حضرتك وبين طبيب منتخب الكابتن محمد ابو العلا، دكتور محمد ابو العلا؟ اطمن حضرتك حالا، اولا بمسي على كابتن عمرو، وبصراحه الراجل عمل معانا مجهود هايل، ربنا يكرمه، من الناس الشيك المحترمه كده. عاملين تيم ورك هايل بصراحه، وربنا يكرم ان شاء الله في اللي جاي. والحلقه لذيذه جدا، وربنا يكرمكم يعني. بالنسبه لفتوح، انا كلمت امبارح محمد ابو العلا واطمنت عليه على طول بعد الماتش، وهو كانت كدمه بس بسيطه، ومفيش حاجه، الورد كويس زي الفل وهيبقى معاهم ومفيش اي مشاكل خالص الحمد لله. يعني تقريبا يبقى مستعد للمباراه اللي جايه، ولا الكلام ما تطرقش كده؟ هينزل التدريبات الجماعيه امتى؟ لا حاجه، احنا اتكلمنا بعد الماتش وهم النهارده هيبقوا مصطفى، بس هو لا ان شاء الله هيبقى موجود عادي، مفيش حاجه تمنعه يعني ان هو يبقى مش موجود. يعني حضرتك بعد ما رجعوا بالسلامه تواصلت مع فتوح بشكل شخصي؟ لا، سبتهم بقى يريحوا النهارده، من ما حصلش اي تواصل بصراحه خالص النهارده معاهم، لكن احنا امبارح اتكلمنا ومحمد طمني، وما كانش فيه يعني ما كانش فيه اي حاجه مقلقه بصراحه خالص. يعني كل العلامات الاوليه كويسه الحمد لله، مفيش مشاكل يعني. طب فرصه بقى ان حضرتك معانا، لان كل يوم عايز تقول حاجه يا دكتور؟ بقول لك، هو بس كان في اخر الماتش خلاص، وفتوح كان حاسس ان هو يعني مكان الكابتن هيتلقى لنا شويه، ففتره انه يريح محمد عمل دوره،
وما فيش اي دكتور محمد دكتور المنتخب وما فيش اي مشاكل خالص الحمد لله. طب الحمد لله طمنتنا على فتوح. الحقيقه بقى في خبر باخده كل يوم ان رزاق سيف تاهيل وبرنامج مخصوص ليه وحازم امام، فعايزك تطمني على حاله الفرقه ككل وتحديدا رزاق سيف عشان اصابته. حاله الفرقه ككل كويسه زي الفل الحمد لله. الحمد لله ما عندناش اي مشاكل، كل حاجه ماشيه كويسه جدا. كله ان شاء الله مستعد لماتش الاسماعيلي باذن واحد احد. طبعا احنا عندنا فتره طبعا لسه اسبوع او حاجه او تدريبات يعني، بس لحد النهارده الدنيا هايله. رزاق سيسي ماشي زي ماشي كويس جدا بصراحه، بتاع عمر مقراوي وفريق هذا الطبيعي عندنا في الجامعه عمل معاه شغل هايل وهو ماشي كويس جدا جدا جدا. بس الفكره ان زي ما حضرتك بتقول الناس مستعجله، وانا مش هستعجل الا في البحر. واحنا ماشيين كويس، هو ماشي كويس وقربنا نخلص وهيرجع زي الفل، بس لسه شويه يعني، لسه شويه ان شاء الله يعني. سيسي يعني ان شاء الله نقدر نقول ان هو قرب يعني نقدر نقول قدام وقت قد ايه؟ يعني ان شاء الله بعد الثلاث ماتشات دول هرجعوا ان شاء الله باذن الله. ثلاث ماتشات؟ اه ان شاء الله. طب ليه شيكابالا عرفنا انه بيتدرب في الجيم؟ لا هو كان عن شيكابالا بس كان هو بتاع فتره التوقف ده، هو شيكابالا كان بيحب يزود ويشتغل شويه يعني، فحط امبارح حط شويه ارهاقات كده، فالنهارده فضلت ان انا اريحه واطمنت عليه عملت له اشعه فانا كويس الحمد لله. بس هو اتفقت مع مستر كاتون ان هنعمله النهارده شويه شغل علاجي في الجيم وعمل ده، وان شاء الله هيرجعوا مع الفرقه على طول يعني. طب زيزو ليه رايح امبارح سريعا؟ لا كان حاجه يعني، هو كان اتفق مع مستر كاتون حاجه شخصيه اعتقد. تمام، بشكر شكرا جزيلا طبعا دكتور محمد اسامه رئيس الجهاز الطبي للفريق الاول لنادي الزمالك. خلينا قبل ما اكمل مع الكابتن عمرو ابو العز طبعا رئيس الجهاز الاداري، خلينا نطلع لتقرير مع الكابتن احمد ابراهيم وتقرير مهم مدير شؤون اللاعبين بنادي الزمالك. نسمع التقرير ونرجع لحضراتكم تاني. كابتن عمرو طبعا بمسي عليه وبمسي على كابتن ابو العيله، وحابب طبعا اقول له ان طبعا تنورتنا، ويعني اضافه كبيره للجهاز الاداري ان طبعا في حد زي كابتن عمرو طبعا كان ماسك مع كابتن هنري ميشيل في جهاز هنري ميشيل في 2008 كان مدير اداري، وكان موجود في جهاز بوب برادلي يعني كان برضو في 2012، وبعد كده نائب مدير التنفيذي في الاتحاد المصري لكرة القدم. طبعا عارفينه طبعا من قبل ما يجي، وقعدنا معاه لما جه قعدنا واتكلمنا، وطبعا الراجل صريح جدا. واسهل حاجه انت تتعامل مع حد ان هو يبقى يعني عنده صراحه وان هو اللي جواه بيقوله على طول، ودي طبعا حاجه اثرت المسافات وقدرنا ان احنا ننسجم بشكل سريع. وطبعا كلنا موجودين هنا ان احنا نساعد الجهاز الفني ونساعد اللعيبه على اداء احسن يعني احسن مستوى وتذليل كل العقبات وكل المشاكل، فطبعا اضافه كبيره لينا، ونتمنى ان احنا نبقى في ظهره ويبقى في ظهرنا ونقدر ان احنا نحقق ان شاء الله زي ما جماهير الزمالك طبعا بتتمنى، ان احنا اولا نقفل على نفسنا ونحاول ان احنا المشاكل كلها نحلها من قبل ما تتفاقم، والحاجه الثانيه ان احنا نيسر اي مشاكل او اي حاجه للعيبه والجهاز الفني، ونقدر ان احنا نحقق بطولات ان شاء الله، لان حاجه هي الحاجات دي في الاخر اللي بتساعد على حصد البطولات. انا طبعا هتكلم عن نفسي، انا ماسك شؤون اللاعبين دي بتتلخص في كل ما يخص انتقالات اللاعبين، حالات اللاعبين، القيد، شكاوي، بطاقات الدوليه، التي ام اس، كل الحاجات اللي هي بتخص ترانسفير دي معايا. طبعا بقدر اساعد في اي حاجه تانية لو طلبت مني، لان طبعا ممكن اي ظرف طارئ اي حد مش موجود انا اقدر اغطيه عادي، بس اختصاصي الاكتر هو في حته شؤون اللاعبين، ودي طبعا ملف طبعا مهم جدا بالذات عشان طبعا في الحته الحساسه بتاعه ملف الفيفا والقضايا بتاعه الفيفا وكده، هو ده الاكتر حاجه انا بقالي مثلا شهرين ثلاثه خصصوني فيها اكتر كمدير شؤون اللاعبين. الخطه بتاعتنا ان احنا يعني اولا ان احنا عندنا طبعا في قضايا كتيره، كان بيقولوا عدد طبعا قضايا 16 17، دلوقتي الحمد لله خلاص هم تقريبا 6 أو 7 قضايا، منهم طبعا كابتن عمرو برضه هيشرح اكيد اكتر، بس يعني قدرنا ان احنا نقلص عدد القضايا ديت. والمهم طبعا من غير ما اخش في تفاصيل، المهم ان احنا ما نفتحش قضايا جديده، هو دوت الهدف اللي احنا شغالين عليه، ان احنا بنهايه الموسم دوت او بدايه الموسم الجديد هنكون ان شاء الله القضايا اللي شغاله كلها اتقفلت. بقالنا سنه الحمد لله ما فيش قضايا جديده اتفتحت، ودي طبعا حاجه ايجابيه جدا. خلال الموسم ده برضو هنحافظ ان احنا ميبقاش في قضايا جديده تتفتح، بحيث ان انت بعد سنه او سنتين ان شاء الله الملف ده مش هيتم ذكره تاني خالص،
وهيبقى مش ما فيش اي ان شاء الله قضيه على نادي الزمالك طبعا. نتمنى وبنناشد طبعا اي مجلس اداره جاي ايا كان مين الاسماء، لان اي حد بيجي بيبقى طبعا همه ان هو يقتصد في الفلوس، لان الفلوس دي طبعا بتتوفر للعيبه او بتتوفر للنادي او للموظفين في النادي. فبناشدهم طبعا اي حد هيجي ان هو اهم حاجه عندنا ان احنا طبعا القضايا اللي شغاله خلاص كده كده هتتسدد، لان الزمالك طبعا نادي كبير مش هينفع ان هو يبقى عنده ايقاف قيد والكلام ده. اي مستلزمات او اي التزامات ماليه لازم هتدفع، بس الاهم ان احنا ما نفتحش اي قضايا جديده، هو دوت المهم. كابتن عمرو، فيفا، عقوبات، ما نفتحش قضايا جديده، هنسدد. حضرتك بقى قول لي بالتفصيل كده ايه اخر المستجدات في قصه العقوبات اللي كنا بنسمعها، وازمات وفيفا وفلوس ومديونيات. احنا عندنا هنتكلم على اخر حاجه اللي هي ظهرت مؤخرا، الغرامه الاضافيه اللي جت من سبورتنج لشبونه. العقد كان في حاله ان احنا تاخرنا على السداد، ان احنا هيوقع علينا غرامه 400,000 دولار. واحنا تاخرنا وهم راحوا للفيفا وكسبوا القضيه، فاحنا اضطر ان احنا ندفع ال 400,000 دولار. الحاجات احنا عندنا ثلاث قضايا مفتوحين دلوقتي، ودول المفروض ان احنا نسددهم. عندنا فرصه لحد الصيف اللي جاي نسددهم، ولو سددناهم مش هيبقى عندنا ايقاف للقيد تاني، لان احنا لو ما سددناهمش هناخد عقوبه قيد للقيد برضو مرتين متتاليتين. دول هم تابعين لاني قضيه؟ دول اول حاجه سبورتنج لشبونه، شيكابالا، مورتيمو، محمد ابراهيم، ماريتمو سوري، محمد ابراهيم وجروس. بس جروس دول بيهدونا بان يتوقف القيد تاني لو احنا ما سددناش. طب حضرتك كنت قلت لي رقم غريب شويه، احنا تقريبا بندفع في الاسبوع رقم محترم، يعني تقريبا 250,000 دولار اسبوعيا. اسبوعيا يعني مليون دولار في الشهر. تقريبا في الحدود، مليون دولار في الشهر شهريا مطلوب منك كده غرامات كده. انا دايما في القصه دي كل ما اسمع رقم مليون دولار في الشهر دي، يعني مليون جنيه ولا مليون دولار؟ دولار. لا مليون دولار، مليون دولار في الشهر. مليون دولار في الشهر دي الحقيقه انا ممكن ابني بيهم حاجات كتير. ولو بس فانا مليون دولار بس واحده على قطاع الناشئين، انا اطلع لك كل سنه 4-5 لعيبه سوبر اكيد. لكن اصرفهم في الشهر على اخطاء وعقوبات، انا دي رقم كبير جدا، عامله لي خرم في دماغي. رقم كبير جدا الحقيقه. بس يعني زي ما احمد قال، احنا كان عندنا 17 قضيه وصلوا لحد بقوا 6. يعني حلينا 11 قضيه، ودي رقم كبير. رقم كبير، لكن مفيش مفر، هيدفعوا وهيدفعوا لازم. حتى بتاع الشيكابالا النهائيه، حتى الشيكابالا الاخيره هي 400,000 دولار الزياده. حكم نهائي هو اللي لسه مستنيينهم. في القضيه بتاعت كهربا، ودي لصالح نادي الزمالك، وان شاء الله يتحكم فيها لصالح نادي الزمالك. وفي باتشيكو اللي عايزين بقى حاجه تحكم لنا. انا اتمنى في باتشيكو برضه ليه بقيه عقده او بقيه فلوسه. وخالد بوطيب الغرامه اللي اتحطت علينا اللي هي 50 مليون جنيه تقريبا. تقريبا دي ايه مصيرها دي؟ احنا في رحنا الكاس، وان شاء الله في فرصه كبيره ان احنا يبقى فيها كلام. فيها كلام. طيب سمعنا بقى كمان مؤخرا مره، طبعا الباك ليفت بتاع الاردن نسيته، كمان ناصف، محمد ناصف كمان هنا، وعلي فتحي، وكان خالد سعد. كان خالد سعد، كان الكلام ده ايه؟ خالد سعد ما فيش حاجه جات لي بخصوصه يعني. ناصف وعلي فتحي تقريبا دول تقريبا بقالهم سنه ونص. بس يعني لسه ما الموضوع مش نهائي يعني، دي هنا في محليا. بس دي قضيه محليه. بس ان شاء الله يعني هياخدوا حقهم، يعني تاكد ما حدش مش هياخد حقه يعني. ان شاء الله. طيب عايز اخدك تاني لماتش القمه. الحقيقه ماتش القمه كان المعطيات كلها تقول ان الزمالك مستعد، واللعيبه اعتقد حالتها حتى المعنويه والنفسيه والمعسكر كان مدي مؤشرات. حتى اعتقد التحضيرات الاعلاميه قبل المباراه في كل القنوات يعني تقول ان المعطيات لصالح نادي الزمالك، من حيث الاستقرار الفني، من حيث الفريق معروف تقريبا الشكل هيلعب. الفريق الاهلي كان ممكن ناس مش فاهمه مين هيلعب قدام، مين هيلعب ورا مين. فده عايزك تحكي لي الكواليس بقى اللي حصلت قبل الماتش والفاجئتوا بيها بعد الماتش، والحاله دي لما قعدت كده بهدوء مع اللعيبه حسيت ان وراها ايه؟ هو الكواليس قبل الماتش احنا كلنا كنا متفائلين بنتيجه الماتش،
سواء لعيبه او جهاز، ما كانش فيه مشاكل. بس زي ما بقول لك كده، حاجه زي موضوع حمزه ده اللي انا حكيته لك بتاع المنتخب ده ياثر جدا على عليه، و شويه حظ. سيناريو يعني، انا في مخيلتي الجول الاولاني اللي جه لو ما كانش جه كان ما كانش النتيجه بقت كده. في عز ما انت ماسك كوره، ما كانش بقت كده، الكوره تخبط وتطلع يعني سيناريو غريب شويه. بعديه بدقيقتين ضربه جزاء، يعني السيناريو صعب جدا. فبس الحمد لله ان اللعيبه قدرت تقف على رجليها الشوط الثاني، وقدرت ترجع بجون واثنين وثلاثه، ودي ده برضو مؤشر ان الفرقه بتاعتنا ما هياش فرقه وحشه، هي اوف داي. هو داي اوف تايم. طب بس بين الشوطين 3-0 كلام ولا مختلف جدا باللعيبه نجوم زي دي، اكيد هم نفسهم مش يعني رافضين الواقع اللي موجود، وده كان ممكن يخلي المغامره اللي حصلت كانت دي حصلت قبل كده ممكن تلاقي سكور مش لصالحك طالما الدي اوف ممكن ما تعانتش. لكن الفلسفه بين الشوطين اكيد كان في كلام اتقال، اهم الكلام انا مش عايز التفاصيل، بس انت دخلت بين الشوطين الاوضه ولا كنت قاعد بره؟ كنت موجود طبعا. الراجل قال لهم احنا نقدر نرجع. قال لهم كده اللعيبه، قالوا ان احنا نقدر نرجع، ما فيهاش حاجه، مش موضوع صعب. وقدرنا ان احنا نسجل جون في بدايه الصوت مصطفى فتحي قبلك برضو سيناريو في ساعتها دقيقتين بالظبط، يعني برضو الهدف ده لو ما جاش في التوقيت ده بتاع النادي الاهلي ما كانش السيناريو بقى كده برضو. لان احنا الشوط الثاني لا احنا بدنيا اعلى بكتير، مع ان كان ممكن الناس تقول لك دي مغامره و4 1 4 1 تغيير طريقه اللعب. مش عايز اكلمك فنيا وخطين، عايز اكلمك يعني كمسؤول جوه الفرقه بس نفسه زملكاوي، اكيد ممكن الصدمه دي على ما اللعيبه على فكره استوعبتها خدت فتره، ان احساسك ان انت كل ما يدخل فيك هدف انت عايز تعوض، فتلاقي الدي اوف بتاعك بيدخل فيك الثاني، الدي اوف بيدخل فيك الثالث. بالظبط. انا بالنسبه لي كانت صعبه جدا، لان انا اول مره وانا قاعد على الدكه اخسر من النادي الاهلي. انا ما خسرتش من النادي الاهلي قبل كده. وانا قاعد على في الزمالك عمري ما خسرت من النادي الاهلي اول مره. بس زي ما بقول لك هي خلاص، ما ممكن ما مش يومكم الكوره مش عايزه وخلاص، هنعمل ايه؟ حظنا كده. طب بعد المباراه 6 ايام اجازه، دي ليها علاقه بالمباراه ولا كده كده كنتوا محضرين؟ لا كده كده، لان احنا من ماتش التذكر ما اخدناش راحه، هنتمرن كل يوم. فهو كان عامل برنامج، هو كان عامل برنامج ان هو هيدي راحه، بالذات ان في توقف الدولي. تمام. كابتن عمرو ابو العز الحقيقه شرفتني والله ونورتني، والحقيقه كانت فقره ممتع عرفنا فيها تفاصيل كتيره جدا جدا جدا. ميرسي يا كابتن. ميرسي. نورتنا ابو كباتن. نورت قناه بيتك قناه نادي الزمالك. ميرسي. كده فقرتنا الاولى مع الكابتن عمرو ابو العز انتهت ان شاء الله بعد الفاصل، زي ما قلت لحضراتكم طبعا مع النجم الكبير نجم مصر ونجم نادي الزمالك والحارس العملاق الكابتن عادل المأمور، ليه بصمات كتيره جدا جدا على حراس مرمى موجودين سواء في الدوري المصري في الوقت الحالي، سواء بقوا بطلوا الاجوان بطلت، ليه دايما بصمات في كل حته، واحد الرموز اللي موجوده جوه النادي اللي مستمره لحد دلوقتي في العطاء تطلع لنا حراس مرمى على اعلى مستوى. بعد الفاصل ان شاء الله النجم الكبير كابتن عادل المأمور. استنوا.